السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أحييكم ورحب فيكم في بداية سهرة جديدة من برنامجكم بعد المنتصف. اليوم أصدقائي راح نتكلم عن ماذا يقال عني في خلفي، أو ماذا يقال من كلام بين الناس وأنا ما أعرف عنه. في أسئلة كثير الحقيقة، قد يهتم كثير من الناس بما يقال عنهم. هل أنت من الأشخاص الذين يهتمون بما يقال عنك؟ لماذا يدفعك الفضول في بعض الأحيان لمعرفة هذه الأشياء التي تدار في خلفك أو الكلام اللي يدار خلفك؟ هل يعنيك؟ هل يهمك هذا الأمر؟ هل من الممكن أن يدفعك لشيء ما في حياتك إذا عرفت أنه في أحد يتحدث خلفك؟ هل فعلا ما يقال خلفك هو نوايا وبواطن للأمور يعني بلا لسان أمامك؟ هل تهتم بمعرفة مكانتك وحقيقتك وقدرك لدى الكثير من الناس؟ أسئلة كثيرة الحقيقة أصدقائي قد تدعو للفضول في بعض الأحيان عند كثير من الناس عن ما يدار خلفهم، أو الأشياء اللي ممكن يعني تدار، أو الكلام اللي يقال عنك في خلفك. هل ما يقال في خلفك قد يكون مرآة تعكس نوايا الآخرين تجاهك أو لا؟ هذه جميعها أسئلة راح أبحث عن إجاباتها أصدقائي من خلالكم ومن خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا في حلقتنا لليوم. أرحب بكل مستمعينا الأعزاء اللي يستمعون لنا عبر ترددات إذاعة MBC FM في كل مدن المملكة، وأيضا مستمعينا ومشاهدينا على تطبيق MBC مود وتطبيق شاهد على قنوات البث المباشر في كل مكان في العالم. اللي حابين يعني عندهم أجوبة على هذه الأسئلة اللي نطرحها اليوم، راح أعطيكم رقم الاتصال والتواصل على تليفون البرنامج. الرقم هو 011-21-30. كمان صديقي تقدر أنك تشاركني بالرسائل النصية على حساب إذاعة MBC FM في منصة X. تقدر أنك أنت تدخل على منصة X على إذاعة MBC FM، تجد سؤال اليوم، أكتب تعليقك عليه ونقرأه على الهواء مباشرة. إذن سؤالنا اليوم أصدقائي، لماذا تهتم بما يقال خلفك؟ ولماذا تهتم بما يخفيه الآخرون عنك؟ خلوني أبدأ باستقبال الاتصالات والمشاركات لحلقتنا اليوم، ورحب بكل أيضا الناس اللي يكلمونا الآن على الهواء مباشرة. ألو، أهلا وسهلا. يا هلا أستاذ ياسر، يا مساء أو يا صباح الخير. يا هلا ومرحبا، مساء النور وصباح الورد، الله حييك. الله يطول عمرك بطرح. معك حمود. يا هلا يا حمود، حياك الله. الله يبقيك ويرحم والدين ووالدك يا رب. أستاذ ياسر، اليوم نتكلم عن اللي يعني يتكلم بظهرك. إيه، هل أنت من الناس اللي تهتم لما يقال خلفك؟ والله كده صدق آخر همي، يعني لأنه ما يتكلم بظهرك أو من خلفك إلا واحد يكون طاير أو شيء، مثلا نجاحك او عنده اي فضول على شخصيتك. انا احس كذا، هذا بالنسبه للراي يعني. جميل جميل، هي اكيد طبعا احنا حابين نسمع اراء كل شخص، هل يهمه هذا الكلام او لا يهمه. نروح لاتصال ومشاركه جديده، ونشكرك يا حمود على تواصلك معنا. الو، اهلا وسهلا. الو، يا هلا ومرحبا، حياك الله. يا هلا أخوي أستاذ ياسر. الله يحييك، يا هلا وسهلا، صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالنور، يا هلا ومرحبا. أول شيء أحب أشكرك وأشكر الطاقم الجميل هذا على الأطروحات الجميلة. العفو. وأنت أخوي مبدع. شكرا لك، الله يحفظك. فأتمنى لك التوفيق إن شاء الله. وياك والسامعين. بخصوص موضوعنا اليوم اللي هو عن الأشخاص اللي يتكلمون، هل أنت من الناس اللي تهتم لما يقال خلفك، لما يخفيه الناس عنك، تحب تعرف ولا ما تحب تعرف؟ أنا لا، أضم صوتي للمتصل اللي قبلي.
ما عندي أي اهتمام، لأنه هذا موضوع نوع من أنواع الغيبة، فهذا هو مثل ما يقول لك ذنب على جنبه الإنسان اللي يتكلم من وراك. فأعتبره أنا بالنسبة لي الرأي الشخصي أنه هذا لا مبالاة، لا تعطيه اهتمام، لأن أنت بتتعب نفسيا حتى، يعني تقعد تتابع الناس، دع الخلق للخالق. فهذا رأيي الشخصي. جميل. وأنا أحييك وأحيي جميع المستمعين. الله يسلمك. والناس المشاركين، وأنت جميل. الله يطول عمرك. بشخصك. شكرا، الله يحفظك، هذا من لطفك ومن طيبك، الله يسلمك. على منصة إكس يقول: يا رب أني لا أعلم ما يقال عني في غيبتي، ربي لا تجعلني ثقيلا على أحد، وأنت أعلم بطيب نيتي، وابعد عني كل منافق. هذه رسالة أيضا على منصة إكس. عبد العزيز أيضا يقول: لقد اعتادوا عليك تمطر، وعندما أصبت بالجفاف ابتعدوا. أريج أيضا تقول: تجاهل كل ما يقال خلفك، يكفي أنهم أمامك صامتون. الموضوع هذا يختلف من شخص لآخر، في بعض الأشخاص قد يهمه ما يخفيه الناس عنه ويهمه ماذا يقال، والبعض الآخر يعني لا يهم ذلك بتاتا. أصدقائي، أرجع أذكر لكل اللي حابين يشاركونا، تليفون البرنامج هو 011-5-11-20-30. أهلا وسهلا بكم أصدقائي من جديد، أرجع لاستقبال مشاركاتكم في سؤالنا اليوم اللي طرحناه لمستمعينا الأعزاء: هل أنت من الأشخاص اللي تهتم لما يقال خلفك، وهل أنت من الأشخاص اللي تهتم لما يخفيه الناس خلفك؟ البعض يعني قد يهمه ذلك، والبعض الآخر لا يهتم أبدا. لكل واحد فينا طبعا تجاربه الخاصة في هذا الأمر تحديدا. وإيش هي الأمور اللي تحتاج أنك تعرفها لو صار أنه في أحد تحدث خلفك؟ وإيش هي الأمور اللي تخفى لك وتود أن تعرفها؟ أسئلة كثيرة راح نطرحها لمستمعينا الأعزاء، وأذكر مرة ثانية لكل اللي حابين يكلمونا، تليفون البرنامج هو 011-5-11-20-30. وسؤالنا: لماذا تهتم لما يقال خلفك، ولماذا تهتم بما يخفيه الناس خلفك أيضا؟ نروح لأصدقائنا المتصلين اللي يكلمونا الآن على الهواء مباشرة، ونقول: ألو، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك. الله يبقيك، طول بعمرك. الموضوع مشوق وعجبني آراء المتصلين اللي قبل. صراحة أنا أيد صوتي لصوتهم. صراحة أنا أشوف أنه يعني غيبة، أو أنه ما أفضل أني أشوف أنه أكون كيف يعني أكون تهتم أنك تعرف وش اللي ينقال يعني إيه أهتم وش اللي قاعد وراي، أو أنه وشو بيقول وراي. ما يهمني هذا، يعني بالأول بالأخير أنا يهمني الشخص قدامي وتعاملي معه، هذا أول والأخير. شكرا لك. جميل. والله يعطيك العافيه، وموضوع شكرا. جميل. شكرا، الله يحفظك، والله يعطيكم العافيه، شكرا لكم. الله يعافيك، يا هلا وسهلا، في امان الله. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يحييك. مساك الله بالخير يا حبيبنا. الله يمسيك بالنور، يا اهلا وسهلا. كيف حالك؟ عساك طيب. انا بخير، دامك بخير، الله يسلمك. الله يجعلك دائم بخير، والصوت الجميل هذا دائم يكون في خير يا رب. تسلم. بالنسبه لسؤالك، وش كان؟ هل أنت من الناس اللي تهتم لما يقال خلفك أو يخفونه الناس عنك؟ تحب تعرف؟ أنا أهتم. شوف، أنا دائما عندي قاعدة في الحياة أن كلام الناس مو مهم، فهمت؟ لكن أحيانا بيني وبينك الصدق أني ودي أعرف ليش. ليش؟ عشان أعرف من هو عدوي ومن هو صديقي، فهمت؟ لأن أحيانا أنا ما أحب اللي يتكلم من وراي، وإذا جيت عندي يرحب ويبتسم، هذا ما مرة أحس أعوذ بالله ما داني، فهمت علي؟ لكن عشان كذا انا ودي اعرف من هو اللي يتكلم وراي، ولا بالعاده والله الكلام ما يهمني صدق، بس احيانا ضميري ودي اني اعرف، فهمت علي؟ واضح واضح.
انت قاعد تضحك ولا لا؟ انا بس ها هذه يعني كانت يعني لا هي تكه، هي تقصدون تكه يعني ودك تعرف شيء بسيط. والله شوف هذا ترى كلامي مو مجرد كلام، ترى كلام من القلب، فهمت؟ انا فاهم عليك، بالعكس يعني في بعض الاحيان زي ما ذكرت انت انه ممكن الشخص يهتم حتى يعرف مكانته وقدره عند الناس. عز الله، والله انك دايم ممتع انت، والله انا احسد القناعه عليك ترى. الله يسلمك، شكرا لك. انا اللي سعيد والله، والله العظيم بدون مبالغه ختاما، بس والله لو املك قناه اني ما اخليك تروح. الله يسلمك، هذا من طيبك. اني لا احارب عليك زي ما يحاربون الانديه على اللعيبه بالصدق. من طيبك، الله يحفظك. انا اللي سعيد بسمع صوتك ومشاركتك. الله يجعل ابوك في الجنه، وسعيد جدا يا حبيبي. الله يسلمك، شكرا، شكرا لك يا صديقي، في امان الله، مع السلامه. الو، اهلا وسهلا. ألو. يا هلا ومرحبا، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أنا بخير الله يسلمك، الحمد لله. والله أنا من أشد المساعدين لك من 2008. ما شاء الله، تشرفنا وتنورنا وسعدنا والله مشاركتك. الله يحفظك إن شاء الله. والله بالنسبة للموضوع هذا يعني اللي يتكلم فيك يعني ما يجرحك إلا أقرب الناس لك، شايف؟ يعني إذا كان الشيء هذا اللي يتكلم من ظهرك أو يتكلم وراك، يعني إذا كان من أقرب الناس هو الشيء اللي ممكن يوجع، لكن إذا كان من الناس الغرباء يعني ما أحس أنها تفرق. عندك فضول أنك تعرف؟ والله شوف، إذا كان من شخص قريب يعني أكيد أنه هذا شيء بيوجع قلبك وتشيل هم، شخص هذا تكلم وقال وخلاص. إذا كنت مظلوم، إذا كان ظلمك، فهذا هو الشيء اللي أنا أشوفه وحبيت أشارك. أول مرة الله يسلمك، الله يحييك. وطبعا ما يحتاج، أنت جوهرة في الانديشي ما شاء الله. الله يسلمك، شكرا لك. أنا اللي سعيد باتصالك ومشاركتك معنا، يا هلا وسهلا. ألو، أهلا وسهلا. ألو، الو الو. طيب الو، يا هلا ومرحبا ابو فرح، كيف حالك؟ اهلا وسهلا، الله يسلمك، بارك الله فيك، الله يعافيك، يا هلا ومرحبا فيك. معك بندر كمان. اهلا وسهلا يا بندر، حياك الله. كيف حالك؟ طيب الله يسلمك ويعافيك، تفضل يا بندر. الموضوع شيق طبعا، بس حاب اقول اللي بيحكي في ظهرك ما دام بتحكي في ظهري تضل ورايا. سلام، يهمك ولا ما يهمك؟ لا ما يهمك ابدا، ما تبغى تعرف مكانتك عند احد. وهذا التفت وراي، كمل. جميل حبيبي، جميل يا بندر، شكرا لك، سعيد باتصالك. الله يعافيك، الله يسلمك، في امان الله، مع السلامه. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعد الله صباحك. الله يسعد صباحك. الموضوع جميل جدا، عجبني. ممكن انك تهتم ل يعني كلام الناس، تقويم شخصيتك، تعرف السلبيات من ناس يعني قريبين لك مثلا، تثق برأيهم. اما انك بتنتبه لأي شخص يتكلم فيك او ينتقدك، اتوقع انها تضرك أكثر مما تنفعك. هذا رأيي في الموضوع. بس يظل في فضول ولا ما تفضل أبدا أنك تعرف وش اللي قاعد ينقال؟ أكيد أكيد يكون في فضول من الناس اللي أنا أثق بآرائهم. يعني في ناس مثلا تعرف شخصياتهم وتعرف رأيهم فيك، فيهمك أنك تعرف وش يقولون عنك، خاصة إذا أنت مثلا في موضوع معين أو في أشياء تخصك. لكن أراء الناس طبعا لا تقدم ولا تأخر في الغالب، خاصة الأراء اللي في ناس مثلا يحب الانتقاد ويحب أنه يعني يقيم أي شخص قدامه، يحكم على أي شخص مثلا، أو أنه ينتقد أي شخص. في ناس كذا بس طبعاً. بس طالما أن الكلام لا تنظر لهم. جميل، بس طالما الكلام هذا قال خلفك معناته لا يستطيع أن يقوله أمامك. أكيد أكيد.
لكنه هو إذا كان قايله من خلفك مثلا كغيرة أو كمجرد انتقاص، يفرق لما يكون يقول الكلام كمثلا انتقاد في موضوع معين تتكلم فيه، فهذا ما يضر، بالعكس ممكن أن الشخص إيجابي. لكن بعض الناس لا، يحاول أنه ينتقص منك بأي طريقة إن كانت، يعني مجرد غيرة أو أنه مو قادر يواجه أو يواجه أو يمثل شخصيتك. واضح. أنا سعيد باتصالك يا صديقي، شكرا. ألف شكر. شكرا الله. لك في أمان الله، مع السلامة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور، يا هلا ومرحبا. معك أحمد آل الشيخ أبو فرح، كيف حالك؟ يا هلا ومرحبا يا أحمد، حياك الله. وشلونك طال عمرك؟ طيب خير الله يسلمك، الحمد لله. والله أني طالع من النادي هرمون السعادة ماشي 10,000 جال الكلام هذا، ما شاء الله. قلب المزاج عندي شوي. ليه؟ كيفك طال عمرك؟ طيب الله يسلمك. اصلا المفروض طال عمرك اي واحد يتكلم في الثاني طال عمرك او شيء زي كذا او الامور هذه، المفروض الواحد ما يلتفت للامور هذه نهائيا. انا اتفق معك، بس انا ابغى اسالك انت احمد، تهتم ولا ما تهتم؟ قسما بالله انه ما قام ولا قاعد عندي زي ما ارمي الفاين ابو ريال ذي برا في الزباله، الله يكرم كل ملائكه والسامعين هو. ولكن من راقب الناس ما تهمل، خله يفكر خله يساوي ويخطط. قسما بالله اني تزوجت يا استاذ ياسر انه محطه في احمد جميع البلاوي والمصايب، وقلبت الكلام هذا كله عكس الكلام اللي قالوه كل الناس اللي الان 22 سنه، يعني ما حصل من الكلام اللي يقولون الناس فيني شيء، ما نقصي بس اني اخذت الحذر منهم يعني فقط لا غير. اما مساله بعدين باختصرها لك الكلام المفيد، الانسان او اللي بيسمع يا أخي خلك زي البعير، البعير ما عمره ألتفت وراء نهائيا إلا إذا تعارك هو واحد معه ممكن، بس جميل. أما أنه يمشي ويطالع وراه مستحيل من المستحيلات. جميل، أنا أشكرك يا أحمد وسعيد باتصالك. ما أحد يرفع نفسه عن الأمور هذه وبس. شكرا يا أحمد، شكرا لك. الله يعافيك واحترامي لك طال عمرك. الله يطول عمرك، تسلم تسلم في أمان الله. ممكن في بعض الأحيان يهمك تعرف وش الأخبار وش الوضع اللي قاعد يصير معك من خلفك، وفي بعض الأحيان فعلا أنت لا تهتم أبدا، لكن وش الدافع اللي يخليك تهتم لما يخفيه الناس أو تهتم لما يقال عنك؟ في بعض الناس عنده اهتمام كبير يبغى يعرف أنا كويس، أنا أوكي مش أوكي، ليش هذا الاهتمام؟ جاوبوني على هذا السؤال بعد ما نسمع هالأغنية. وش أخباره لمين يبوح بأسراره؟ أهلا بكم، أرجع من جديد لسؤالنا اليوم، وسؤالنا يقول هل أنت من الأشخاص اللي تهتم لما يقال خلفك، ولماذا تهتم بما يخفيه الآخرون عنك؟ وذكرنا أيضا بأنه يعني بعض الناس يدفعه الفضول لمعرفة ماذا يقال عنه، وبعض الناس يعنيه ما يقال عنه فعلا، قد يهتم هذا الشخص لمعرفة ماذا يقال، يمكن لمعرفة مكانة حقيقية قدر لدى هؤلاء الأشخاص. ما تقول أنا في من واقع تجربة أعرف الأشخاص اللي يحكون خلفي من نظرة ومن موقف، لكن متى يجرح الكلام اللي خلفك؟ لما يكون صادر من شخص قريب من أهلك، هنا تنجرح فعلا وتتأثر بالظلم والظنون اللي حطوها وقالوها فيك، ولا أحتاج أبرر وقتها إلا لما يصير أو لما يصير أو لما يصير مواجهة، وللأسف الكل يخفي هذه المواجهة. نفسي أعرف ليه أغلب الناس تتهرب من المواجهة وترفضها. الإجابة سهلة جدا، لأنه لا يستطيع أن يعني طالما تكلم من وراك ما يقدر أن هو يقول هذا الشيء أمامك. أذكر مرة ثانية برقم الاتصال 011-5-1-20-30. نوف الرشيد تقول وصلت لمرحلة في حياتي ما عاد يهمني اللي يتكلم من وراي
أو أنه أعرف ما يخفيه الناس عني. فعلا في بعض الأحيان توصل لهذه المرحلة وخلاص ما يهمك، وفي بعض الأحيان لا تهتم. خلينا نشوف أصدقائنا على التليفون ونرحب بهذا الاتصال. ألو، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا، حياك الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. أنا صراحة عندي مداخلة بسيطة. تفضل. أنا أشوف ما تهتم للأشخاص معينة صراحة، اللي هم يزيدونك أو يحفزونك في يوم من الأيام، فبعضهم كتفون صراحة ما يقدر يواجهك ويقول لك أنك سويت وفعلت، بعضهم ممكن يزيدك يعني مثلاً كلامه طيب يزيدك ويرفعك ويحفزك أنك تكمل يعني، وبعضهم لا والله يعني ما يزيدك ولا ينقص في أي شيء. مثلا أبوك، أمك، مديرك في العمل، بعضهم ممكن ما يجرون يتكلم معك أو يقول أنك أخطيت أو أنك خايف أنه يجرحك أو يقول أنه أعجب في شيء سويته أو شيء، فلذلك أنت مرة تهتم للأشخاص معينة يعني في اهتمام لأشخاص معينة وأشخاص مقربة. نعم. جدا جميل. بحيث انه يكون مثل ما ذكرت انا قبل. واضح، شكرا لك. انا سعيد باتصالك وبمشاركتك. شكرا. اهلا وسهلا. يا هلا وسهلا، في امان الله. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يسعد لي يومك. صباحك اخوي ياسر، صحيح؟ الله يسعد اوقاتك. نعم صحيح، حياك الله. ربي يرفع قدرك. انا شدني الموضوع، طالع مشوار وشغلت الراديو وسمعت مع طريقة تعليقات المستمعين، شدني فعلا الموضوع. أهلا وسهلا فيك. بس حبيت أعلق على حاجتين. ربي يسعد قلبك يا رب. تفضل. حبيت أعلق على حاجتين. في موقفين صاروا معي أنا شخصيا وللجمهور والمستمعين الحكم. الموقف الأول، أحد الزملاء نقل عندنا في إدارتنا، تمام، وانا ماسك اداره معينه، فجاني كلام عنه انه فلان فيه وفيه وفيه وفيه، انه انسان سيء. انا بطبع حالي انا ماني سمعي، انا انسان واقعي، انسان نظري، انا اتعامل مع الشخص مهما كان لاني ما شفت منه حاجه اساسا. فتعاملت معه الان له معنا 3 سنوات، الشخص جدا مؤدب ومحترم وخلوق وامور طيبه، ما الكلام اللي ذكر لي جدا مختلف، كان عكس اللي قال لك. عكس اللي قال لي. ايش غلط الاشخاص اللي نقلوا لي الصوره السيئه عنه؟ الله اعلم. تمام، هذه نقطه. النقطه الثانيه، انا شخصيا عشت موقف، كنت جالس مع مجموعه من الشباب، بعدها جاني اتصال وطلعت، فواحد من الشباب اللي كان جالسين تكلم في ظهري وقال عني كلام مو كويس، ولله الحمد اللي يعرفوني دافعوا عني في ظهري، تمام، ونقلوا لي الكلام. طبعا خلصت كلامتي، ولما رجعت حسيت الوضع مكهرب، ما حسيت بالحرية. فجأة طلع واحد من العيال وكلمني، قال لي ترى الموضوع صار كذا كذا كذا، وانت برا، وفلان رد عليه وفلان رد عليه وفلان رد عليه، ودفعنا عنك ظهرك. ايش غلط الشخص هذا اللي يتكلم بظهري؟ الله اعلم. سبحان الله، تقاعد الشخص هذا، والله العظيم والله العظيم صادق، في السيب سيب سيب المكاتب عندنا، لما تقاعد الآدمي بعدها يومين جاي يصرخ في السيب او عالي صوته، مو يصرخ انه بس مرفع صوته، يناديني باسمي، فين فلان، فينه؟ انا مكتبي، لما المكتب جاني سلم علي صافحني اعتذر مني طلب مني احلله. طيب ليش انه عملت الشيء هذا من اول؟ ليه شغله اني اتكلم في شخص في ظهره شغله سيئه؟ ممكن تكون مثلا، ممكن تكون غيره مثلا، ممكن تكون شاف منك تصرف. هي صحيح، ما اقول لا، كل النقطة كل نقطة بشر يا أخي، لكن أنه
إذا كان شفت مني حاجة سيئة ما عجبتك كلمة سمعتها مني أو شيء واجهني يقول لي ترى كذا كذا يمكن تكون مني من قرطاس أو ممكن تكون مني أنا متقصدها لهدف معين والله ضحك لهدف إيش هو لكن ما لك حق إنك تتكلم بظهري. الرسول نفسه نهى عن الغيبة تمام. فالنقطة المهمة إذا في شخص يتكلم بظهرك أعرف أنك أنت في الأمام دائما طبعا وخلى وراك لا تلقي سمع لأنه ممكن يأثر عليك نفسيا يسبب لك حالة تفكير أحسنت توتر. لا يا أخي بالعكس عيش يومك عيش حياتك. أنا واحد من الزملاء نصحني نصيحة والله العظيم لما سمعتها ومشيت عليها ارتحت قال لي حقك على نفسك ركز على الكلمة هذه بس حقك على نفسك إذا كان شخص يعز عليك من أهلك أمك أبوك أولادك أخوانك عيالك إذا شخص يعز عليك صار بينك وبينه إشكالية وزعلت صحد ازعل لك يوم نص يوم كم ساعة وعيش يومك لأنك إذا استمريت في التفكير والزعل أنت تضر نفسك ترى الزعل أتفق معك أتفق تمام. معك مشاركة لكن. جميلة ورائعة وفيها كثير من الدروس والعبر اللي ممكن الواحد وهي التجارب ترى على فكرة يعني أنت ذكرت نقطة مهمة جدا أنه في بعض الأحيان لا تبحث عن ما يقال خلفك ممكن تخسر ناس ممكن يعني تنزعج ممكن يعني تدخل في تفكير يضرك في نفسيتك في يومك في عملك فلذلك لا تبحث بالذات يعني في الأشياء اللي زي ما ذكرت أنت تكون من وازع غيرة من وازع أمور مثل هذه. أنا سعيد جدا بمشاركتك الجميلة شكرا لك. ربي يسعدك ربي يسعدك شكرا شكرا الله يعافيك في أمان الله مع السلامة. ألو أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك الله يا هلا ومرحبا الله يحييك. والله سعيد إني متواصل معك صراحة. أنا أسعد الله يسلمك. كيف حالك حبيبي؟ والله أنا شوف بالنسبة لي أنا أخذها بنظرة إيجابية مسلية. يعني أنبسط إذا حد يتكلم عليه. وإيش يعني إيش يعني لك إنه أحد يتكلم عنك؟ يعني أعرف إني أنا إنسان ناجح. جميل. هو يا يعني إنه حاجز يا يعني إنه في باله شيء مو كويس أي حاجة تكون في باله يعني هو ليش أصلاً يتكلم عليك ليه؟ إلا أنت إنسان ناجح. جميل. يهمك تعرف وش الناس يخفون لك أو يخفون عنك أشياء تحب تعرفها ولا ما تحب تعرفها؟ والله في ناس أحب أعرف وبعدهم في لا ما أحب يعني بالنسبة للعائلة لا أحب أعرف عشان ما يحصل يعني مثلا مشكلة لازم أوضح الصورة هو يوضح الصورة لأنه هذه عائلتك الخاصة أما غير ذلك لا يمكن بتاتا أني أعرف ولا أحب أعرف. كويس. بالعكس ممكن أوضح له أوضح له شوي أني أنا عرفت والتزم الصمت أني أنا عرفت كذا بس التزم الصمت. جميل شكرا لك يا صديقي شكرا جزيلا. يعطيك العافية حبيبي يا الله يعافيك في أمان الله. ألو أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا الله حيك. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام. يسعدني طال عمرك أستاذ ياسر أن يكون معك. أما أنا بالنسبة لي الموضوع القرآن الكريم ذكر فيه آية ولا نعلم أنه يضيق صدرك لما يقولون وهذه مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام. فجميعا يهمنا كلام الناس خصوصا اللي في المجال الإعلامي. أنا الآن من في المجال الإعلامي ما تقدر تقول أنه ما يهمني كلام الناس ولكن خذي إلى جانب التطوير في فرق بين الشخص اللي هو فقط حاقد عليك قاعد يتكلم مثلا يقول والله هذا فاشل فهذا الكلام ليس في التطوير ولكن أحيانا يكون أنت عندك عيوب فأخذ هذا الشيء لتحسين عيوبك أنت. أما قصة في شخص ما يتأثر من الكلام أو من كلام الناس هذا غير معقول أبدا وما في لازم الشخص يتأثر. هذا محمد عليه الصلاة والسلام أطيب البشر وأشرفهم تأثر من كلام الناس
ومن إيذائهم له. فالكلام إيذاء نفسي رهيب، وهو سبب ضعف الشخص، وممكن كلمة تجعل بينك وبين أعز الناس بتخدش لا يمكن أن يعني يجبر أبدا. شكرا لك أستاذ ياسر. الله يسلمك، شكرا لك، مشاركة مميزة ب يعني دروس وتجارب جميلة. زي ما ذكرت أنه في بعض الناس قد يتأثر فعلا، والأغلبية قد تتأثر بما يقال عنها في خلفها، ولكن ذكر البعض أشياء منطقية، وهي أنه من هو الشخص اللي يتكلم. في بعض الناس يعني ممكن أنك تلتفت، والبعض الآخر لا يمكن أنك تلتفت لكلامه أو للأشياء اللي قاعد يقولها عنك في غيابك. لذلك أصدقائي أبغى أسمع منكم المزيد، تجاربكم في هذا الأمر اللي يتعلق بما يخفيه الناس عنك، هل أنت تهتم أو لا تهتم؟ حبيبي أهلا بكل الأصدقاء، أرجع من جديد لاستقبال مشاركاتكم في سؤالنا اليوم: لماذا تهتم بما يقال خلفك، ولماذا تهتم بما يخفيه الآخرون خلفك؟ ذكرنا أصدقائي بأنه قد يعني البعض وقد يهمه ما يقال خلفه، ولكن إذا عرفت لماذا تعرف، وش الأسباب اللي تبغى تعرف علشانها، هل ممكن أن تعرف مين اللي معك ومين اللي يعني محب لك أو كاره، وش السلبيات اللي تواجهها في حياتك، في عملك، في يعني تصرفاتك، ممكن تكون مرآة تعكس لك حقيقة بعض الأشخاص، تختلف الإجابات من شخص لآخر. لذلك حاب أستقبل اتصالاتكم على تليفون البرنامج، والرقم هو 011-5-1-20-30، وأيضا على منصة إكس على حساب إذاعة MBC FM، تدخل على الحساب تجد سؤال اليوم، اكتب تعليقك عليه ونقرأه على الهواء مباشرة. نروح للاتصالات ونرحب بأول اتصال معنا. ألو، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أستاذ ياسر. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. من ناحية الموضوع صراحة مرة جميل، شدني الموضوع، عشان كذا يلا تجرأتني اتصلت، لأنه الزمن هذا الوقت اللي إحنا فيه صار فيه يعني الناس كلها مثلا طالع اللي مع غيرها فيها، مثلا ما أدري شو أقول، مثلا تتكلم في الناس، والمشكلة أنه الصدمة يكون من أقرب الناس لك، من أقرب الناس لك، يعني أنه تنصدم منه بعدين أنه يتكلم فيك. وطبعا من نوع اللي إحنا ما نبحث، ومن نوع اللي ما نسأل ومين تكلم، بس لما تنصدم فجأة وتشوف أن الشخص تكلم فيك وأقرب الناس لك تنصدم. فأنا هنا لما تواجه الشخص، ولما إحنا فعلا واجهنا الشخص، فليش تكلمت فينا؟ إيش السبب؟ أعطني السبب. يعني لا مضرة ضرينا، لا يعني شا يعني ما في أي مضرة سويناها للشخص هذا نفسه، فما في أي دافع. دافع الغيرة، هذا أول شيء، إنها من ناحية التوفيق من ربي، من ناحية أمي وأبوي معانا وحياتنا، وإخوانا كلنا يعني أخوة، يعني مرة متشابكين إخواني وعلى قلب واحد، فأهم الناس اللي قاعدة تتكلم فينا. ليش إحنا كذا عائلة مترابطة؟ معلش يعني بس لك سؤال، كيف عرفتي؟ هو الجروبات، وهذه هي المشكلة. يعني شفتي شيء بعينه وما حد وصل لك. اي فانصدمنا بعدين عن طريق اخوي، يعني ما بوضح الصوره اكثر. اي واضح. لا انا كان قصدي، لانه في فرق بين انه احد ينقل الكلام، لانه نقل الكلام هذا امر كمان يعني مزعج. ينقل الكلام، اعرف انه يجيب لك كلام، انه في حكي فيك. اللي يجيب لك كلام يعرف هذا الشخص قاعد يحكي فيك. وزي ما قال الاخوان المتصلين، لا تسمع للناس، بالعكس إذا سمعت له أنت راح تعطيه اهتمام، وهو قاعد راح يزيد، يعني بالعكس شوفك أنت منفعل، أنت معصب، فراح يزيد من الانفعال، فراح يقول هذا مأنقهر، هذا يعني أنا نرفزته، يعني لازم أزيده، لازم أخليه يشب يعني مرة، فطنش تعش. بس لما تنصدم من شخص قريب، هنا أنا أسأله ليش،
أبي الدافع عشان أنا أعرف ممكن أنا سويت شيء غلط، الدافع اللي خلاك تسوي كذا. بس أنصد ما في دافع، الدافع أنكم عائلة ناجحة. طبيعي طبيعي كبيرة. هذا أمر طبيعي دائما، الشخص الناجح الشخص كبيرة. أكيد أكيد. أي هو هم شوف اللي يحكي فيك يعرف إني غير، واللي ينتقد واللي ذا أعرف إنك أنت شخص ناجح مثل ما قالوا الأخوان. فالناس تزيد عليك بدال ما تمدح راح تزيد عليك أشياء سيئة. واضح. فأنت لا تتبع هذا الإنسان اللي قاعد ذا. بالضبط. بالعكس يعني بالضبط. قفل الباب وخله يتكلم ولا تعطي أي بال ولا أي اهتمام. أحسنتي. لأنه هو بعدين في الأخير راح يتعب. أحسنتي. راح يتعب. أنا بالعكس. واضح. أنا سعيد جدا بمشاركتك تجربة يعني قد تكون قاسية في بعض الأحيان، ولكن تبين أمور كثيرة. وفي بعض الأحيان زي ما ذكرنا بأنه البحث عن ممكن زي ما ذكرتي قصتك بأنه تكون صدفة، الواحد يعرف بالصدفة يقرأ شيء أو يشوف شيء، ولكن في بعض الأحيان لا تبحث يعني في الأمر. أنا سعيد جدا بمشاركتك أختي، شكرا جزيلا لك. ألو، أهلا وسهلا. وأنا سعيد إني مشارك معاك أخو ياسر. الله يسعدك، يا هلا وسهلا فيك حبيب قلبي. أنت سألت المتصلة اللي قبل شوي سؤال عظيم، كيف عرفت؟ أنت أنا مشكلتي مع شخص واحد، أو أنت يعني أنت ليش تنقل السالفة للشخص اللي هم قاعد يسيئون له؟ أنت يا أم أنك ناصح له، أو اسمعها منهم الشخصين اللي يتكلمون، هل هم يهمون لك ولا لا؟ وإذا تنقلها بصورة إيجابية، أنت لازم أنك تقول له يا أخي أنا سمعت كذا وكذا وكذا عنه شيء إيجابي، وتنصح أنه يطوره. شيء ينبس منه، شيء فيه عيب، لا تنقله لا تنقله لا تنقله، حاول أنك تصحح من الشخص اللي يعيد عليك فقط لا غير. إذا ما يهمون لك شيلها من مكانها. ولكن الأشخاص الأسهم والأخطر، إذا أنت جالس المجلس قاعد تذكر موقف، قاعد تذكر شيء صار معك مع شخص آخر، وهو ينقله بشكل سلبي، بشكل يخليك أنت يعني قاعد تشكي منه، أو أنت يعني متدمر منه، هذا شخص حاول أنك تتجنبه مرة. هذه مشاركتك. جميل، شكرا لك، مشاركة مميزة، أنا سعيد باتصالك وبمشاركتك. ألو، أهلا وسهلا. ألو. يا هلا ومرحبا، حياك الله. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور، الله يحييك. اولا سعيد جدا اني اكون مشارك معك. الله يحييك. برنامج طيب. اهلا وسهلا. بالنسبه للسؤال اليوم، انا ما اهتم مثلا لو احد يتكلم فيني او انه اساله أو... هو مو يعني هو اهتمام انك تعرف، تبغى تعرف ولا ما تبغى تعرف؟ لا والله انا للامانه ما احب اعرف. جميل جميل، يعني ما يهم وفي نفس الوقت ما تبغى تعرف. ما يهم وفي نفس الوقت يعني راح الزبال. بالضبط يعني بالضبط. صحيح. نتبع أنفسنا، نبحث عن أشياء. صحيح، أنا أتفق معك صديقي، وسعيد جدا باتصالك، شرفتنا. الله يعافيك، في أمان الله. ألو، أهلا وسهلا. ألو. يا هلا ومرحبا، حياك الله. يا هلا والله أخو ياسر. يا هلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ إن شاء الله خير. الله يسلمك، الحمد لله. الله بارك الحمد. يا أخي الموضوع حقك عظيم والله. إيه والله عظيم. تسلم. عظيم. أنا بتكلم عني أنا، يعني في قواعد أنا عرفتها في حياتنا. أول شيء حياتنا تعلم، والله العظيم متعلم كثير، يعني أحيانا أن الواحد إذا كان يعني خلوق وذو أدب وذو حسن يعني أسلوب مع الناس، أكيد إن أحياناً يعني لازم إن يكون عارف إن هذا إيش قال عنه، هذا إيش قال عنه، إذا كان هو يعني عايز أشخاص معينين. وأكيد إنها راح تكون عكسية عليك في حال إن صار فيها نوع من الحسد، أو إن ليش هذا إن إنسان عاقل، ويعني أو إن إنسان عرف ناجح، يعني أكيد إن راح يجيك السوء من الناس السيئين يعني. صحيح. أنا يعني علمت الحياة، أنا ودي أجاوب على السؤال هذا، يعني ودي أنا أخليه على العنوان علمتني حياتي. جميل. أول حاجة علمتني حياتي أنك تكون صاحب حالك أول شيء، وأن الواحد ما يربط حياته في ناس. يعني أنا اللهم كل الحمد عندي أصحاب كثير، لكن
يعني خلال الأسبوع أنا ممكن أجلس معهم يوم واحد نطلع ونتمشى، أما الأيام اللي يعني غير اليوم هذا والله العظيم إني أحاول إني أنا أجلس الحال، يعني أنا أطلع الجيم أو إني أتمشى أو إني أكتب أو إني أرسم، يعني إني أنا أعود نفسي إني ما أشيل همي مع الناس أو إني أكون رابطا حياتي مع الناس، لأن أشوف يعني في حاجة بعد إني علمتني حياتي البعد يقرب والقرب يبعد، يعني مثلا أنت عندك أصحاب كثير أنت بتكون معهم يوميا ويومين، أكيد ممكن يعني بيطلع ممكن واحد أو اثنين إن هذا كيف ناجح وإن هذا كيف وإن هذا صحيح. كيف ناجح، وإنت أصلا إنك معطي هذا إن هذا صاحب، يعني في يوم وليلة راح يكون يعني ممكن يعني عكس الشيء هذا إنك أنت شخص ناجح، لكن علمتني حياتي عشان تعيش في راحة أرض الله أمك أبوك ومن يعز عليك من عائلتك، وإنك صاحب يعني أول صاحب نفسك أيوة صاحب حالك. والله أنا أتكلم لك بشيء يعني مواقف إن صارت لي كثيرة، والله هم لك الحمد يعني، واللي واحد يكبر وإن يكون ناضج يعني والله يقيم علينا الصحة والعافية. آمين يا رب. يعني من الوالدين إن شاء الله. آمين. أنا سعيد بتجربتك الجميلة وكلامك الرائع، شكرا لك. الله يعافيك. الله يعافيك، في أمان الله. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أنا سعيدة جدا بالمشاركة وموضوعكم جدا رائع. طبعا خلونا نتفق أول شيء أنه من المسلمات مستحيل كل الناس تتفق على محبتك إلا ما يكون يعني في ناس يتكلمون من وراء ظهرك، لكن صحيح. أنا من وجهة نظري يهمني إيش أشوف من الشخص هذا كيف قاعد يعاملني، أما ما يقال خلفي فإنه يبقى وراء ظهري، لكن طبعا في استثناءات لما يكون هذا الشخص مثلا يعز علي يوصلني منه كلام المفترض أني أنا أروح أسأله أتأكد يمكن هو فاهم غلط، هذا في حال كان يعز علي، غير ذلك الكلام المفروض أنه أبدا ما يهمني ولا يعني لي أي شيء، يكفيني إيش أشوف قدامي أنا كيف قاعد يعاملني هذا الشخص، مدام محترم معي اللي يقوله من وراي لا يهمني أبدا أبدا أبدا. أحسنتي أحسنتي، شكرا لك، أنا سعيد بهذه المشاركة الجميلة، شكرا لك. ألو، أهلا وسهلا. يا هلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. كيف حالك فديات؟ خير الله يسلمك. ألو ألو. بالنسبة لموضوعنا ألو ألو. أي معك معك تفضل. بالنسبة لموضوع أنا اللي يتكلم وراك في العادة هذا دليل على نجاحك وامتيازك في يعني، وهذا الدليل على أن اللي حوالينك يكيدون لك يعني ويحسدون، فهو مو دليل على هذا دليل على أن مو دليل على أن مثالية أو شيء هذا القبيل، لكن هذا دليل على النجاح. صحيح. ألو. صحيح معك، أتفق معك. بس أنت تهتم ما... ولا ما يهمك؟ تهتم لما يقال أو ما يخفيه الناس أو ما تهتم؟ والله ما يهمني بصراحة. جميل. وهذا الشيء يعني لو اهتميت بكل إنسان العدد يعني كل إنسان ما حنجح ولا حتعدى العقبات قدامي، حقعد أركز على كلامه وما حقعد يعني ما راح أنجح في حياتي، أقعد أدور أخطائهم اللي فيني وأقعد أصلحها، هذا الشيء خطأ. دام أنت مقتنع في نفسك متوكل على الله فهذا يعني هذا دليل على أنك أنت إنسان ناجح ولا يهمك كلام الناس، ما دام أنت كشخص مقتنع في نفسك ما يهمك أحد كلام الناس، لا بيودي ولا بيجي ولا بيأكل عيش حقيقة. حسنت. يعني حسنت، كلام جميل، شكرا لك صديقي، أسعدنا اتصالك ومشاركتك. وأنا بعد كثير. شكرا لك، في أمان الله، مع السلامة. إذن أصدقائي سمعنا كثير اليوم المشاركات من التجارب عن سؤالنا للبعض الأشخاص اللي يهتمون لما يقال خلفه أو يهتم لما يخفيه الناس عنه. قبل ما أختم حاب أقول لا تحاول أن تعرف ما يقال عنك ولا تحاول أن تعرف ما يخفيه الناس خلفك.
ثق تماما بأن الله سبحانه وتعالى يعني أبعد عنك هذه الأمور، فلذلك لا تبحث عنها ولا تسأل عما يقال خلفك. زي ما قالوا كثير من الأصدقاء بأنه قد يكون الكلام في الخلف أو محاولة معرفة أنه الناس تتكلم في خلفك أمر قد يكون مزعج ومتعب بالنسبة لك. لذلك صديقي المستمع، حاول دائما أن تغض الطرف، أن تسمو بعيدا عن هذه الأقاويل، أن لا يهمك ماذا يقال عنك، لا تهتم أبدا بما يخفيه الناس عنك، فقط انتبه لنفسك ولحياتك، هذا هو الأهم، واترك هؤلاء الأشخاص، هم خلفك أساسا. إلى اللقاء. غمضت عيني.